إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من هو من هنا من دوار عين حلوف نواحي مدينة الدار البيضاء. أزيد من 19 عائلة كتقطن في واحد الأرض كتجاوز 100 هكتار. هاد العائلات هادو أزيد من 100 سنة، كاين الناس اللي عندها 90 عام في عمرها كتعيش في هاد الأرض هادي. هاد الناس هادو كيف ما قلت لكم تم الحكم عليهم بالإفراغ ديال هاد الأرض هادي بدون تعويض عن السكن. يعني هاد العائلات كلهم تحكم عليهم باش يخرجوا هما وليداتهم وعائلتهم يخرجوا للزنقة. تفاصيل أخرى أكثر على لسان هاد الناس المتضررين. كنتمنى أنكم تبقاو معنا مشاهدينا أوفياء. السلام عليكم. السلام أولدي. حاجة شنو وقعت لكم هنا الحاجة؟ وأولدي هاد الناس بلا ولاد عبابة، دابا جاوا بغاو يديروا لنا الإفراغ. حنا راه كنا حاضرين لهم بلادهم وحضاينا لهم بلادهم حتى جاوا ليها، ودابا ولدي حنا ما عندناش، راه حنا ناس فقراء وما عندناش. كنتمناو من هاد الناس يديروا معنا شي حل. شنو نعس السكينات فين نسكنوا حنا وليداتنا؟ نسكنوا ونمشيو في حالنا، حنا ما باغين منهم حتى حاجه، يشريو لنا السكاني ديالنا ونمشيو في حالنا. حنا دائما جايب لينا القوا، جايب لينا حيت هما لاباس عليهم. حنا ناس فقراء، حنا ضعافة، ما عندناش، ما عندنا ارض والدينا ولا ارض جدودنا، ولا حنا خلى لنا الراجل شي ارض. والو الراجل كان عسات هنا، خلانا هنا، بقينا حاضرين اليوم تجاو دابا راه ولاو كل مره كيجيبوا لينا القوه. انتوما هنا الحاج. واولدي اش غنقول لك، راه الشيخ وعدو سكنوا هنا، راه شي راه سنين راه كان شيخي وعدوزتي هنا وتربى وراجلي هنا وولاد وليداته هنا. انا اللي كتشوف فيا دابا راه 70 عام، 70 عام عندي اللي عندي انا اللي عندي. جيت من 17 عام باش تزوجت، جيت هنا عندي 17 عام، دابا راه عندي 70 عام. ولدت ولادي 8 ديال الدراري اللي ولدت هنا، راه وليدي ما عندناش، راه كون عندنا ما نديروش هاد التسقسيخه اللي تسقسقنا دابا، وكل نهار عايشين في الدل مع هاد المرا. واش ما عوضوكمش؟ ما عوضوناش اولدي، ما عطاونا حتى حاجه وما كتجيش عندنا. كون جيت انا كنطلب من هاد المرا، هادي بنت عبابو او بنات عبابو يجيو عندنا، يجيو عندنا وشوفوا حالتنا وشوفوا السكن ديالنا كي داير. راه حنا ما دايرينش الضاله ولا باين لهم شي قصور هنا ولا، راه والو على العشش. علاش يا ولدي وكايا راه تجي وتدخل دار بدار، محل محل، راه والو، راه حنا الله الله فقارة. حنا كنطلبوا منها تعطينا عز السكن ونمشيو في حالنا، هادشي اللي كنطلبوا منها، ما كنطلبوا منها حتى شي حاجة، كنطلبوا منها تعطينا السكن ونخويو لها بلادها. حنا ما نعزلهاش من بلادها، ماشي بارك اللي بزت في بلادها، حنا راه حضيناها ليها. راه كان هذاك الدوار ديال التقلية وعندي شهود، راه الدوار ديال التقليه كان غادي تحط هنا. كون جات كره من هنا حاشاكم حتى الزباله عامره، ما تلقاش منين تفكها. يعني انتوما كنتو السبب انه ما انتشروش الناس هنا بزاف. كان حساس قلت لك كيغلبونا الفراخ دايزن في السماء، واللي في الارض ما كنخليوش يدوز حتى برجليه. حنا ولدي حضينا ليها، حنا كنطلبوا من هاد السيده تجي تفهم. ما كنعرفوهاش وتجي عندنا، حنا ما عرفناهاش في كاينه. كون عرفتها انا فين كاينه غنمشي عندها ونعاود ليها. لا واش نتوما في اخباركم هذا الحكم هذا ولا تحكم عليكم بلا ما تعرف؟ اما انت جابوا لينا السيد عاد تحكم عليكم غيابيا. جا عندنا واحد السيد قال لك راه لا كارطات، راه المراه بغات تجي تشوفكم شحال عندها ديال السكان. خرجنا كل شيء لا كارطات ديالنا، عطيناها لا كارطات قيد سجل بشاق، ما داش والو. انت جاب لينا السيد عاد قال لك بالافراغ راكم مرامين على الارض. حنا ما مرامينش، حنا عبابوش الله يرحمه هو اللي حاط شيخي هنا كان عساس وبقى راجلي عساس على البلاد. عبابو اللي حاطو، عبابو الله يرحمه، ولكن ما عمرو وصلنا بشي حاجه خايبه. ولكن دابا هاد وليداتو الله كنطلب منهم الا كيسمعوني يجيو عندنا. رحنا رانا ناس فقراء، راه ما عندناش، يعطينا السكن ونمشيو في حالنا. حنا مزوقين فيهم، ما بغيناش هاد الحاله اللي طاري علينا. بحال اليوم كلشي وليداتنا مخلوعين، حنا مخلوعين، القواجة ضامية، المخازنية، كلشي جا عندنا. علاش مالنا؟ عاش عندنا؟ تجي عندنا، رحنا بشر، رحنا ماشي شي حنا ناس خايبين. تجي عندنا وتريح معانا وندوي معاها ودوي معانا. دابا السلطات العمومية جات غير باش تنفذ قرار. جايه، راه جاو هادوك ما هي ديال المحكمة، ديال المحكمة ما عليهمش. قرار ديال المحكمة. أييه. قرار ديال المحكمة.
راه كنقول لك الناس صحاب هذه الارض علاش ما يوصلوش معكم لواحد التسويه؟ ما جا ما كنعرفوهمش وما عمرهم جاو عندنا. يجيو عندنا حنا كنطلبو ما عرفناهمش في كاينين. يجيو عندنا يجيو عندنا وندخلهم للمحلات وندخلهم ويشوفوا الحاله ديالنا. راه حنا ناس فقراء، راه حنا ما عندناش. واذا ما كاع الا ما بغاوش هما يديروا معنا شي حل يوقفوا معنا عند الجماعه، يوقفوا معنا، هما عندهم السلطه يوقفوا معنا ويعطيونا غير فين نسكنوا، نديروا عبريرك نسكنوا فيه. حنا هادشي اللي كنطلبوا ولدي، كنطلبوا من هاد السيده تجي دير معنا شي حل ودفعنا غير المخزن. قال لي كان شي اراضي اخرى حتى هي كان واقع لهم نفس المشكل واقع لكم. اعطوهم عوضوهم عوضوهم، راه خوها راه خوها عوض الناس، خوها هما الناس هنا الفوق كل شيء ملي بغى يخرجهم عوضهم. كلها شرى ليهم، كاين اللي كيشرى ليه المحل وسكنوا. عاد مشى عاد خرج. حنا كنطلبوا من هاد السيده دير بحال خوها. تسوية في واحد يعني كتسوي مع الناس. تخلي الناس بخير وعلى خير كتشد حتى خوها الله يعمر ليه الدار. جا وعطى للناس كل شيء اللي جاو في حقه، عطاها وسكنوا الناس بخير وعلى خير وباقيين كيداعوا معاه دابا. وعلاش هاد العيالات ما يجيوش عندنا؟ قال لكم ثلاثة حنا ما عمرنا عرفناهم. ثلاثة العيالات قال لكم هما وريتات. يجيو عندنا يتفاهموا معنا، حنا ما ناس فقراء، راه حنا ماشي شي ناس خايبين ولا شي ناس شوباج ولا شي، راه حنا ناس وحضينا لها بلادها. حضينا هاد بلاد كلها ديالهم ولكن قسموها. راهو الخوت خادوا حقهم والبنات خادوا حقهم. انتوا بقيتوا عايشين في حق البنات. احنا بقينا جايين في حق البنات. احنا كنطلبوا من هاد البنات. لا ملي قسموا الحق ديالهم واش ما جا ما حاولوش انهم يعرفوا الارض ديالهم شكون يساكن فوق؟ ما كاينش، ما عمرهم جاو ليها، ما عمرهم جاو. باش قسموا شحال تقريبا باش قسموا؟ والله اعلم ولدي، بعدا غادي نقول لك. كم عام تقريبا؟ غادي نقرب لك شي 16 عام ولا 17. 16 عام؟ اه. هذيك 16 عام ما جاوش الارض ديالهم؟ لا 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 لا، مازال خوهم هي عطى لهذوك الناس اللي ساكنين عنده وخرجوه، عطاهم وخرجهم. كاين اللي شرى ليه السكنه، كاين اللي عطاه فلوس. ما هذاك دار معاهم من سيره، باقيين كيدعوا معاه دابا بالخير. وهاد السيدات ما عمرهم جاو عندنا، كيقولوا لنا راك جيتوا في حق واحد العيالات ثلاثه، حنا ما عمرنا شناهم وما عمرهم جاو عندنا. كنطلب من هاد السيدات الا ما قدوش هما يعطيونا يجيو يوقفوا معنا على في الجماعه، يعطيونا عسكوينات في المخزن، عسكوينات في ارض المخزن. حنا هادشي اللي كنطلبه ولدي، وكنطلب من صاحب الجلاله يشوف هاد الفيديو، كنطلب منه كنطلب منه يدير لنا شي حل. راه ما عندنا حنا عندنا الله، ما عندناش حنا شي سلطه لما نتجهوا. عندكم وليدات صغيرين؟ عندنا الصغار، عندي انا ولاد بنتي مات مطلقات وانا شاداهم. راه ما عندناش ولدي. كنطلبوا من هاد السيدات يوقفوا معنا، الا ما بغاوش هما يعطيونا وقفوا معنا في الجامعه ويعطيونا في بلاد المخزن سكينات. حنا كنطلبوا على السكن، ما كنطلبوا حتى شي حاجه. يعني ما هربتوا لهم حتى شي بلاصه؟ لا ولدي هما يجيو عندنا، يجيو عندنا. انا كنطلب من هاد العيالات يجيو عندنا، كنطلب منهم يجيو عندنا. هادشي اللي ولدي اللي كنطلب، بغينا عي السكن. حنا ما باغيين حتى حاجه، باغيين عند سكنوا ونعيشوا تنموتوا، ما بغينا حتى شي حاجه. شحال من عائله كاينه هنا الحاج؟ كاينه 16 دار. وقال لي شي ثلاث العيالات حتى هما، قال لي منهم انا. انا وحده 19. احنا ثلاثه. سوينا 16 عائله وثلاث عيالات. اولدي ولكن الغالب الله راه ما عندناش، راه ما عندناش، راه ما عندناش اولدي. راه كنا عندنا ما نبركوش ثلاث ساعات في بلادها، ولكن راه الغالب الله راه حنا ما عندناش. هادشي اللي كنطلب من هاد السيدات. عمرك كله دوزتيه؟ وكنطلب انا وكنحس انا والله نقسم لك بالله، يا كون ما كنتش مراعيت لولادي يا تنشرب شي ثاني دو ونموت. ما بقيتش حامل الدنيا كامله. ما قبلتيهاش؟ ما واش الدل؟ راه جاونا الجدرمية وجاونا المخازنية وجاتنا السلطة كاملة هنايا كانت دابا. ها دابا عاد كانت راه الله يزادو. راه ما رضيناش ولدي. جا بنتي راها مرغة في التراب كلها غيسري كلمي كلتو. كلميها. كلها غيس. كلها حالتها. علاش ولدي مالنا على هاد العيشة الحارة؟ مالنا. مالنا على هاد العيشة. تجي هاد السيدة، أنا كنطلبوا من هاد السيدة تجي عندنا. شوفنا وتشوف حالتنا وتشوف وليداتنا. ولادنا في المدرسه كيعايروهم، كيقولوا لهم جاوا عليكم ولاد عباب وراكم ها باقي نبارك لهم في بلادهم. دابا الدراري حاليا كيقولوا عليهم ولاد المدرسه. ولا الدراري مساكن ولا كيجي من القريفه شي حفاد يقول لكم احنا مجريح علينا من بلاد عبابه، راه كيعايرونا الدراري بها. الله ودي كنطلبوا من هاد السيده تجي عندنا هي ولا خواتاتها يجيو عندنا. راه حنا عبشر، راه حنا عبشر وفقراء ما عندناش.
ما عندناش كنطلبوا، كنطلبوا من صاحب الجلاله الا كان كي شاف هذا الفيديو ديالنا يعطينا عنده بلاد المخزن، يدفعونا لبلاد المخزن. واش حنا مش مغاربه؟ اذا حنا مش مغاربه، ما عندناش حنا السكنه هنا، ما عندناش كاع الحياه هنا، يجريو علينا يدونا للحبس. دابا تخيلي دابا نتوما كون عداونا للحبس والله. دابا نتوما الحاجه كون ما كنتوش حاضرين هاد البلاد وكون عمرت واحد غادي تكون فيها والله ما تلقاش فين تحط رجلها. شتي كون ما حضيناش والله ما تلقى رجلها فين تحطها. وحنايا كنتشاهدوا وكنطلبوا وكن الناس سيروا بحالكم، ماشي بلادنا، ماشي هذيك الطقليه وسول عليها. هو يا كاينه كاين نشود في المشروع، جاوا قالوا لينا هنا تكون الطقليه، هذيك الطقليه اللي لهي كون ما لقاتش فين تحط رجلها، ولكن ما بغيناش. وراه غادي يرجعوا لينا، راه دابا ما مشاو من هنا، ما مشاو من هنا، ترى قالك غادي يرجعوا، غادي قالك يرجعوا لينا دابا، وغادي قالك هاد المره ما نرحموكمش. دبروا على فين تزيدوا، وراه بغينا فين نمشيو. انا حنا كنطلبوا من السلطات وكنضربوا من صاحب الجلاله، وبغينا فين نسكنوا ونرتاحوا، بغينا على السكنه نسير نرتاحوا، راه حنا ما مرتاحينش. هاد الشيء كان. ولا بنتك الكبيره شحال عنده هنا؟ بنتي الكبيره زايده في 76. تبارك الله هنا. اه. وخاين هادي ولادي انا. اه. ولادي انا، آه. ما ولاد العيالات الاخرين راهم شرا شرفوا هنا. 60 عام. اه شرفوا هنا، راه شرفوا هنايا. يعني حلوا عينيهم في هاد القنت. هاد القنت، فين حلوا عينيهم وهاد القنت فين كاينن؟ وحنا كنطلبوا دابا من صاحب الجلالة يعطينا، كاين الأراضي ديال المخزن، يدفعونا الأراضي ديال المخزن، بغينا نسكنوا، بغينا نرتاحوا. وحنا ما تليناش هنا، هنايا ما تليناش مرتاحين. والله ما وليدي ما بقينا مرتاحين. ولات العيشة ديالنا حارة علينا، ما تليناش عرفنا أشنو، أشنو مصيرنا أشنو، ودابا راه ما مشات السلطة، تا قالت لك دابا غترجعوا. قال لك رجعوا لقاكم قال لك رجعوا ما حيدتوش غتحيدوا بالقوه، راه غادي وكيقولوا فيها الجدرميه المخازنيه كيقول لك شوفوا غير سيروا دبروا على روسكم. فين غندبروا على روسنا؟ ما عندناش فين غنمشيو؟ واش نمشيو نسخنوا في الشنطي؟ انا شتا الشنطي غنمشيو نتواطوا فيه، اللي جا فيه شي حد الله يهني يموت، واللي بقى حي يبقى تالف في الشنطي، حيت ما عندناش فين نمشيو، ما عندناش اولدي فين نمشيو. لا حول ولا قوة. يا ولدي راه حنا ما عندناش فين نمشيو، حنا كنطلبوا السكن، حنا كنطلبوا السكن، حنا كنطلبوا السكن، هذا الشيء اللي كنطلبوه هو هذا، كنطلبوا السكن. غاوتي على اللي بغيه. ها وليدي هذا الشيء اللي كنطلبوه، وكنقولوا لهذوك العيالات يجيو عندنا. كنطلبوا من هذوك العيالات يجيو عندنا، يتفاهموا معنا، ما بغاوناش يدفعونا يوقفوا معنا عند المخزن. يوقفوا معنا. راه بزاف ديال الناس داروها، كيوقفوا وكيقولوا لهم هاد الناس يخولوا لينا بلادنا ووقفوا معانا نمشيو لبلاد المخزن. هل احنا واش ماشي مواطنين؟ ها؟ واش حنا ماشي مواطنين؟ ها؟ حنا ماشي مواطنين، حنا نمشيو للخلا نتلاحوا، فين غادي نمشيو؟ حشومة. حنا كنطلبوك. السلام عليكم. كنطلبوا من هاد المرأة أنها تجي تعطينا تعويض أولاد دفعنا الأرض ديال. أنا صغيرة فيهم، عندي جوج بنيات ومطلقة بهم، وجيت رجعت للأرض، رجعت لدار الوالدين زعما باش نجلس فيها. هانتي شوفوا هاد الحالة اللي واقعة، عندي جوج بنيات، فين غنمشي أنا؟ هانتي راه جاية بحوايج ديال الخدمة، جاية من الخدمة، جاية بحوايج الخدمة. أه جاية بحوايج الخدمة، جاية من الخدمة. قالوا لنا راه جاو، جيت هنا لقيت اختي هنا طايحة، دوك خوتي كيتجاروا فيهم، واحد الحاله هنايا مرت خويا طايحه في قدام الباب، والناس قالوا لنا المره الجايه ملي غادي يجيو غادي يجيبوا قوه كثر من هكايا، وغيجيبوا العيالات باش يخرجوا العيالات، حيت الرجاله ما قدروش يوصلوا للعيالات. حنا اللي نطلبوا من هاد المراه، احنا راه ماشي شي وحدين اللي خايبين، الا كانوا وصلوها هما الخبر باننا احنا شي وحدين خايبين، احنا راه ماشي شي وحدين خايبين، تجي وتفاهم معانا. راه حنايا بغينا غير ساكن، حنا راه مطلبنا حتى شي حاجه، مع هذه المعيشه ومع الغلاء راه ما نقدروش نشريو حتى براكه في العشوائي، ما نقدروش نشريوها. الله يرحم الوالدين، تجي تفاهم معنا وتجي تعطينا عافية نستروا وليداتنا. راه حنا ولينا كنتعايروا بهذا الساكنه في ارض عبابه،
خرجوا من ارض عبابه. حنا راه عارفين ارض راه ماشي مغناخذوها ليها، ولكن راه حنايا الله يحسن العوان، حنا راه حنا كنجريو على ديك الوليدات نجيبوا لي مطرف ديال الخبز، راه ما عندناش. راه الله يحسن العوان، الله يرحم الوالدين لهاد السيده لما تجي تشوف من حالنا، تشوف من حالنا، لان فعلا الناس فقراء راه ما عندناش. راه جينا جايين ومخلوعين وجايين وكنتجاراو وطايحين في الارض جايين من الخدمه. حشومه كاع، كل مره يوقع لينا هاد الحاله، كل مره نجي ونلقاو خوتنا بحال هكايا شي طايح شي غايب السبيطار شي، ومره الجايه قال لنا مره الجايه غايجيو يومين ثلاث ايام غادي يجيو ثاني يديروا لينا نفس الحاله. وشكرا. كنتمنى من صاحب الجلاله يدير لنا حل. كنطلب من صاحب الجلاله يدير لنا الحل. وعاش الملك، وعاش الملك. وكنطلب من هاد السيده تعطف قلبها وترحمنا، راه حنا ما عندناش السكن، ما عندناش السكن. داكشي على ولدي. شنو واقع على شنو واقع؟ هاد الناس يا ولدي متكرفصوا علينا بزاف يا ولدي. شحال ولتي هنا لاله؟ انايا راه عندي كدا و 76 وانا هنايا، 76 عام انا اللي هنايا، ملي تزوجت هنايا. 76 عام؟ ايه اللي عندي انا في عمري. وجيت هنايا دابا وسكنت هنايا، والمرحوم عبابو اللي عاطي المرحوم الحسن السكنه. تيقول لي سكن وعش على البلاد. حنا ولدي ما بعنا، ما كرينا لحد، ما بعنا لحد، غير حنا ووليداتنا. هاد السيده قالت حنا مرامين، حنا ما مرامينش، ادين باها باش كنا ساكنين. دير لكم الترامي. دابا هي اللي قالت لك انتوما مرامين لي على البلاد. ها نعم ولدي، وحنا ما مرامينش، ادين باها، وعندنا شهود بين ما باها كانت تيجي تقول لنا سكنوا وحد المرحوم عبابو المرحوم الحسن تيقولي سكن وحد ليا البلاد. هاد البلاد ما كانت فيها حتى جوره، هنا حتى جوره في بلادهم كلها ما كانت ساكن. وواحد ملي متلاش جلبات، واحد من خوت هادو اللي عندهم حنايا عطى السكن ديالو كاملين، شرا ليهم وعطاهم. دارلهم تسويق، دارلهم تسويق وضعيه. ها نعم، تيقول لهم قيدوا المحل، تيمشي يخلص لهم المحل، يا بسته يا بسبعه يا بثمانيه يا باش ما خلص، تحيد السكان ديالو، سبعه السكان اللي حيد. حنا تنتحبهم غادي يديروا معنا بحال هكاك. بقينا مباركين، تنقولوا صافي حنا راه حنا ساكنين. واحد الوقت عتا جا هذاك المسؤول ديالها، جا قال لك بغي شكون اللي شحال عندكم من سكنه؟ قيدنا ليه السكنه عطيناها ليه. غاب واحد العام وزياده. ملي جاو سولوكم شحال عندكم من سكنه؟ قلنا حنا قلنا راه حنا غادي قادو معانا، غادي نتشافدو حتى حنايا. ملي داز واحد العام وزياده عاود جا ثاني. ملي جا قال لك شكون اللي مدخل الماء وشكون مدخل الضو؟ عطينا ثاني، كتبنا ليه اللي مدخل الماء واللي مدخل الضو. هي هادي مشى دوز، غنقول لكم عرفت عامين ولا اش داكشي. تا جا المسؤول والعون، خرجوا لاكارطات، خرجوا لاكارطات، قلنا صافي الاستفاده هي هادي. معنا ملي خرجنا ليه لاكارطات، داهم نهار ربع ايام، ولدي غادي هو يا وبنتو غادي يقول خدمتو، بنتو تجيب ولادها من المدرسه، تلقى لي عند هذاك الحيط، عند فيه كاين الكاميو، تما فين تلقى لي؟ تلقى لي قال لي هاك هاد السيد عاد جاكم المحكمه حاكمين علينا بالافراط. ودابا انت جاكم السيد عاد شحال تقريبا جاكم دابا؟ شحال باش جاونا السيد عتا عيشة؟ شحال شهر، شهرين، ثلاث شهور، ست شهور؟ لا لا لا، عامين، راه طالعة في عامين. طالعة في عامين، راه طالعة في عامين. هي هادي ملي دار صافي، هي هذيك عرفنا بين ما السيدة ما بغاش تعطينا ولا تقول مرامين. واحد الوقت قالت لك لا، تعطينا احنا العيالات الكبار ويديروا يتحملوا ولادهم. واش حنايا غادي نتحملوا ولادنا؟ بغات تقاد معنا تقاد معنا، وتجي عندنا ونشوفوها وتدوي معنا وندويو معاها. هاد السيده راه ما دارت معنا حتى حل، وكنا باق جايبين لينا جدرميه وجايبين لينا القوه والقياده وهذا، تيجيونا نوبتين في الشهر سوا شعبان وهذا رمضان وهذا شهر الفطور اللي ما جاوناش. ها هما تجاونا اليوم، جاونا على غفله، ولاو جاونا على غفله. وحنا ولدي راه ما عندنا فين نمشيو. شنو قالوا لكم دابا؟ دابا قال لك ضروري غادي نتخرجوا وغادي نرجعوا ليكم. قال لك غنستعملوا معاكم القوة. قال لك مازال القوة غادي تجيكم أكثر من هذه. دابا قال لك القوة اللي غادي تجيك أكثر من هذه.
دابا ما دايرين معانا والو. بغينا السكن، حنا تنطلبوا السكن. تعويض على السكن. تعويض ديال السكن. إلا ما دارتش معانا هاد التعويض، أنا بعدا ما خرجتش ليها وتقتلني ونتهن في بلادهم، وما خرجاش. ما خرجاش فيها. دير اللي بغات. بينما هي ما بغاش تواجهنا، علاش ما بغاش تواجهنا؟ علاش؟ هما الناس عهدانا عهد سيمانة دوروا معاهم عطاهم 20 مليون وخرجوا بلا دعوة بلا جوج، وهي علاش دايرة لينا بحال هك؟ محرشة علينا؟ على حنا غنقتلوها؟ على حنا غنضربوها؟ اش تواجه معانا؟ الطلب اللي تنطلبوا منها تواجه معانا هاد السيدة، ما تواجهتش معانا راه ما خارجينش، ودير اللي بغات. واخا حس، وهذا هو مسودي الخير. ربي امين. إذا مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في، كنتوا معنا على المباشر من هنا من دوار عين حلوف. هاد الأرض اللي كتشوفوها كما قلت فهي ملكية ديال أحد العائلات المعروفة سابقا، عائلة معروفة كانوا كيف ما كتسمعتوا معنا، كان الجد أو الأب الأكبر ديال هاد الناس هادو كان هو الحارس ديال هاد الأرض هذه تقريبا عنده 100 عام، ازيد من 100 ازيد من 100 سنه وهو حارس على هذه الارض هذه اللي كتشوفوها. ارض شاسعه هنا، ارض شاسعه هنا. ف هذه الارض ملي تقسمات ما بين هاد الاخوه ديال هاد اصحاب هاد الارض هذه، الوقت اللي تقسمات هاد الارض هذه كل واحد خد النصيب ديالو. هاد الناس بقاو في النصيب ديال بعض الاخوات اللي عندهم حق في هاد الارض هذه. فكما سمعتوا معايا مشاو للمحكمة، داروا لهم الترامي على هذه الأرض، وما كيقولوا لك احنا ما مترميش على الأرض، احنا كنا عاسين على هذه الأرض هذه بدون مقابل، يعني بدون مقابل ملي كان الأب ديالهم كنا عاسين على هذه الأرض هذه. وقال لك الأخ ديالهم أحد الإخوة ديال هذه الأخوات اللي عندهم هذه الأرض هذه في الملكية ديالهم، قال لك دار تسوية ديال الوضعية ديال الناس اللي كانوا ساكنين في الأرض ديالو وخرجوا بلا مشاكل بلا حتى شي حاجة، يعني سلوا كما كنقولوا سلوا الشعرة من العجينة. هذوك مشاو سكنوا استافدوا من السكن، وهذاك الأخ ديالهم خد الأرض ديالو، في حين أنه هاد الأخوات على حسب القول ديالهم اللي سمعتوا معنا المباشر، الأخوات اللي جاهم في حقهم هاد النصيب اللي فيه هاد الناس هادو، قال لك داروا لنا الإفراغ بالقوة. المشكل ماشي هو هاد السلطات العموميه اكيد كتنفذ قرار ديال المحكمه، المحكمه هي عندها الصلاحيه، اكيد عندها وثائق كتثبت او كتبين من له الاحقيه بامتلاك هاد الارض. هادشي ما غندخلوش فيه، حنا غنتكلموا في الجانب الانساني فقط. الجانب الانساني شنو كيقول؟ كيقول بانه هنا عندنا 16 عائله. انا حفاظا انا ما بغيتش كما قلت ما بغيتش نوريكم، لانه لاحظوا معايا راه العديد من الناس العديد من الناس اللي كاينين هنا ما بغيتش، راه العائلات العديد من العائلات اللي كيما قلت لكم هو الجانب الانساني. الجانب الانساني شنو كيقول؟ شنو كيطرح؟ كيطرح بانه عندنا هنا 16 عائله، 16 عائله فيها الاجداد، فيها الابناء، فيها الاحفاد، بالاضافه الى ثلاثه ديال العيالات اللي اصبحوا ارامل، منهم وحده هي اللي الزوج ديالها كان حارس على هذه الارض هذه. إذا هنا كي قلت لكم غندخلوا للجانب الإنساني، إذا الجانب الإنساني هاد الناس وهاد العائلات وهاد الأطفال الصغار اللي لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا ساكنين في واحد الأرض اللي هي ماشي ملكية ديالهم. إذا هاد الناس أشنو المصير ديالهم؟ كنتكلموا دائما في الشق الإنساني، غير باش حتى شي واحد ما يقول لنا شي حاجة اللي ما قلناهاش أو لا يركبوا على الموجة أننا حنا ضد القرارات ديال المحكمة. بالعكس، احنا ما كنتكلموش على القرار ديال المحكمه كما قلت، ما كنتكلموش على تنفيذ ديال السلطات العموميه اكيد كتنفذ قرارات ديال المحكمه، حنا كنتكلموا في الشق الانساني. والشق الانساني راه ما كيقولش باننا نلوحوا اطفال صغار في عمر ماشي نقولوا الزهور، في عمر الملائكه، باقيين اطفال صغار ما بغيناش، راه حنا ما بغيناش نشدوا. وهاد الناس راه ما كيما ما باينين ما والو، راه عشش، راه عشش، يعني الدليل ان الناس ما بنوش، ماشي مثلا بنوا ليها جور، عايشين في العشش. هانتوما شوفوا معايا هذه الوضعيه كي دايره، عايشين في عشش. اكيد حنا ماشي مع ضد انا الانسان يمتلك واحد الارض ديالو الا كانت في الملكيه ديالو، هذاك الشيء ما غندخلوش فيه، حنا كنتكلموا على الجانب الانساني.
فكنتمنوا انه يتم تسويه الوضعيه ديال هاد الناس هادو، لانهم لا يعقل، لا يعقل، كنقول ماشي نقول لا يمكن، كنقول لا يعقل دائما في الاطار الانساني، لا يعقل انه نجيبوا اطفال عائلات كلها 16 عائله، راه تقريبا غادي نتكلموا على واحد 300 او 400 فرد، غنشدوا واحد 300 ولا 400 فرد وغادي نخرجهم من الزنقه، يعني كيتفرشوا الارض وكيتغطاو بالسماء، راه لا يعقل، راه غير ما يقبلهاش العقل وما يقبلهاش الضمير الانساني ولا الانسانيه ولا ما مقبولاش بتاتا. اذا لهذا كنتمنى انه يتم التسويه ديال الوضعيه ديال الناس هادو بواحد التراضي اللي يرضي الطرفين، الاطراف كلها. هاد الناس ديال اصحاب الملكيه ديال هاد الارض هادي جلسوا مع هاد الناس اللي مستافدين من هاد الارض هاد السنوات كلها، واللي كيقولوا بانهم كانوا حاضينها، كيقولوا كودي حنا كون ما كناش حاضينها كانوا بامكانهم يجيو غيلقاو مدينه كاينه هنا. يعني 100 سنه 100 سنه راه الا درتي غير كل سنه كيسكنوا واحد خمسة أو ستة ديال الناس، وهذوك خمسة أو ستة ديال الناس كل 10 سنوات كيتزادوا أحفاد وأبناء، وهذه راه كما كنعرفوا راه غتلقى مدينة هنا على قدا مدينة. إذا لهذا فكنتمنى أنه يتم التسوية ديال، حنا هذا التمني، كنتمنى أنه يتم التسوية الوضعية ديال الناس هادو، يريحوا على مائدة ديال الحوار ويحاولوا يوصلوا لواحد الحل اللي يرضي كما قلت جميع الأطراف. احنا درنا اللي علينا وصلنا الصوت ديال الناس هادو، اكيد غادي نواكبوا هاد القضيه ديال الناس هادو، لانه احنا اكيد قناه الشعب كتكون قريبه من المواطن وكتكون الصوت ديالو واللسان ديالو. وكنتمناو انه كما قلت يتم التسويه ديال الوضعيه هادي، لانه كما سمعتوا معايا فالسلطات اللي عطاتهم اخر انذار على اساس انهم هاد المره غادي يجيو ربما يستعملوا معاهم القوه. اذا كنتمنى كما قلت يتم التسويه هاد النزاع ووصلوا لواحد الحد حل اللي يرضي جميع الاطراف. اذا وقع لي الى ودعكم على امل اللقاء بكم بث مباشر اخر. كان معكم محدثكم ومناشد شوف تيفي من دوار عين حلوف، يحييكم مصطفى قرناوي، الى اللقاء.